اهلا بيكم. وكأن عندنا انتخابات بقى ومنافسه وكلام زي كده، وكأن في رقابه دوليه ومؤسسات ومندوبين وناس هتيجي تراقب وكلام. يعني مصطفى الفقي عايش في زمن اخر، طلع امبارح قال لك انه يا جماعه لو حصلت انتخابات فيها رقابه دوليه فالسيسي هياخد 70%، بس هيكسب برضه، هيبقى رئيس برضه، بس الديمقراطيه بقى هتتجلى وتتجسد في يعني افضل معانيها. ازاي يا عم السيسي ياخد 70%؟ تعال نشوف مصطفى الفقي قال ايه. قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ان الحد الادنى المطلوب توافره للتعامل مع الانتخابات الرئاسيه المقبله مرتبط بوجود ضمانات للرقابه على الانتخابات، وقال او اشار ان السيسي سيحصل على نسبة تفوق 70% في الانتخابات المقبلة بوجود رقابة دولية، لافتا إلى أن السيسي لا توجد مطاعن ضخمة ضده. مش عارف ايه مطاعن دي، بس تمام، مطاعن يعني أكيد مشاكل يعني. كل المطاعن الموجهة إليه المشاكل يعني خاصة بغلاء الأسعار وغلاء المعيشة بس يا جماعة، وهي مشكلات مصرية سببها أنه بلد حاول بطموحات معينة أن يحقق أكبر مما توفره له وإمكاناته. مشكلتنا أن احنا فكرنا نبقى أكبر من إمكاناتنا، مش مشكلتنا ان عندنا رئيس فاشل يرقى لدرجة الخيانة، لا خالص. مصطفى الفقي شايف ان مشكلتنا بس في غلاء الاسعار وغلاء المعيشة، وهي دي مطاعن السيسي لا مؤاخذة. طيب تعالوا نشوف كده اهداء للاستاذ مصطفى او الدكتور مصطفى الفقي. هو الديكتاتوريين بيفوزوا بالانتخابات بنسب كام؟ يعني في حد بيجيب 70% دي فعلا ولا العملية مختلفة شوية؟ تعالوا مع بعض كده نفتكر مجموعة من ارقى الديكتاتوريات العربية لما عملوا انتخابات كسبوها بنسب كام؟ نشوف كده مع بعض. السيسي يا سيدي كسب بنسبة كام قبل كده؟ 96.9 و97.8. صدام حسين كسب بنسبة 100%. كيم يونج اون كسب بنسبة 100%. طبعا ده لو حد قال له واحد من ألف هيقتله. بشار الأسد 95.1%. حسني مبارك 88.6%. وبوتفليقة 90.2%. يبقى إذن مصطفى الفقي بيقول 70%، واحنا بنسأل حضراتكم ايه رأيكم يا جماعة؟ وخلينا نسمع من ابو انس من مصر. اهلا بيك يا دكتور والأسرة البرنامج، حياكم الله وبياكم، شكرا للاستضافة. اهلا وسهلا. هو ممكن يحصل على نسبة 7-8% من الناس اللي هتنزل تصوت له بالإكراه تحت تهديد السلاح والفصل من الوظيفة، العمال، عمال المصانع، رجال الأعمال الفاسدين، النساء بتوع الضباط الشرطة والجيش، دول حيصوت حياخد اصوات، لان ما فيش حد يروح ينتخبوا اصلا، يعني ما فيش حد يروح، اللي حينتخبوها حياخد نسبه عاليه، حياخد نسبه عاليه من الاصوات اللي حيروحوا يصوتوا، لان اللي رايح مش رايح الله اللي يصوت هو بس، اللي رايح برضه بالكرتونه. فهنا المشكله، ما فيش طبعا انتخابات حره ولا نزيهه، وما فيش منافسه، ما فيش حد بيحشد الراي العام، والراي العام مش مقتنع، والناس عارفه ان ما فيش انتخابات وعارفه تحت الحاصل، ولو راح هو ناجح ما راحش هو ناجح. هنا المشكله، هنا احنا عايزين نشوف انتخابات، مش هنشوف انتخابات. والافلاس يا دكتور يعني مش هيلحقوا هم يعملوا الانتخابات، الافلاس هيسبقهم، الاغتيال الاقتصادي اللي حصل هيسبقهم، كل شيء هيسبقهم، الامور متدهوره فوق ما يتخيل اي حد، الامور خارج نطاق سيطره اي انسان ولا اي قوه على وجه الارض تقدر تسيطر على الامور. الناس ظروفها خلاص بقت تحت الصفر بمراحل، احنا كده خلاص ما فيش قدامنا غير الحيط، كله لبس فيها، مش الحكومه بس، الشعب برضه لابس في الحيط، الزراعه وقفت، الصناعه وقفت. فهنا المشكله، فيعني ما فيش عندهم خطاب، ما فيش عندهم اي اقناع، ما فيش عندهم اي كلام ان السيسي هيترشح وناجح، السيسي هيترشح وناجح. احمد طنطاوي يعني مفروض يعني يخلي عنده دم وينسحب، يعلن انسحابه. اي حد يشارك في موضوع الانتخابات ده بيشارك في قتل الشعب المصري، بيشارك في ذبح الشعب المصري من الوريد الى الوريد. يجب تعريض السيسي وكشفه قدام العالم كله. شكرا جزيلا. هو الوضع هنا. وضحت وجهة نظرك، بشكرك. معنا حسن، اهلا بيك يا حسن. مساء الخير يا دكتور اسامه. مساء النور. احنا الاول يا دكتور اسامه عاوزين نتكلم مين هو مصطفى الفقي. مصطفى الفقي هو راجل عبد الناصر في الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي، هو راجل السادات في حزب مصر، هو سكرتير حسني مبارك، هو مدير مكتبة اسكندرية ايام السيسي، فهو راجل كل العصور. الراجل ده لو مدح حد فهو اكيد حد مش محترم، ولو ذم حد او انتقد حد فهو اكيد حد محترم. دي حاجة. ان السيسي يعمل انتخابات ديمقراطية
هو ما عملش انقلاب على رئيس منتخب عشان يسلم السلطة لرئيس منتخب. الراجل ده هو نفسه قال هو ولا بتاع ديمقراطية ولا بتاع أحزاب ولا بتاع واللي هيجي جنب الكرسي ده أنا هشيله من على وجه الأرض. فهو الراجل صريح يعني، إحنا بنتكلم فيه أصلا، واخد بال حضرتك؟ فأدي الفكرة يعني. طب أنت إيه رأيك في قصة لو حصلت رقابة دولية فهو هياخد 70%؟ أنت مقتنع بالكلام ده؟ والله يا دكتور ما كانش خاف من جمال مبارك اللي هي قامت الثورة عليه أصلا، يعني السبب الرئيسي للثورة وإن الجيش يعني مسك العصاية من النص كده عشان موضوع التوريث ده، احنا كلنا فهمنا بقى القصص دي، فهو ده مرعوب من جمال مبارك. فيعني رقابة دولية ايه وبتاع ايه، وهم مش هيغلبوا لو هو ما بيزورش، لو هو بيشيل الصناديق وبيجيب صناديق تانية خالص. تمام، الحاجات دي حصل قدام عينيه يعني. نشكرك يا حسن جدا، شكرا جزيلا. معنا ام محمود من مصر، اهلا بيكي. ام محمود، طيب ام محمود معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا دكتور أسامة، لا هو حضرتك مصطفى الفقي بيتكلم الكلام كده يعني تثبت رؤية إن عمرو أديب كان من يومين طالع يعني كان بيتحجج بالانتخابات التركية، فشكل كده السيسي حضرتك غيره من الانتخابات التركية، فهو بقى عايز يعمل إيه يعني الانتخابات التركية شوف عملت إيه وما عرفش إيه وبروباجندا، فإحنا كمان وهنجيب منتخبات وهنجيب مرشحين كتير. والسيسي هينجح بس مش هينجح بقى في التسعينيات وهنبقى احسن من تركيا. تحس كده حضرتك عامل زي ست الكياده، انت انا عامل قصر يعني انا عامل قصر في بتاع دوت في العاصمه الاداريه اكبر من البيت الابيض 10 مرات، عامل عاصمه اداريه قد سنغافوره مش عارفه كام مره، جايب طياره رئاسيه بمليار دولار زي ما تميم ادى طياره لاردوغان. فبرضه حضرتك كان عمرو اديب من كام يوم كان بيتكلم على الانتخابات التركيه واحنا ممكن نعمل انتخابات تركيه، فتحس كده السيسي متضايق من حاجه عامل زي اكيد نسى حضرتك. شكرا جزيلا. اشكرك جدا يا ام محمود، شكرا جزيلا. في رسالة بتقول ده كلام غير صحيح، هياخد 99.9 طالما التزوير سيد الموقف، وما زال الإيمان ينبع من بحر سيد داروش، أو بيتكلم على إيمان البحر. طيب أحمد بيقول هو صادق على مصطفى الفقي وفاهم طبيعة غالبية المصريين، قول لهم اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، الحرية عندهم يعني أي حد يعمل أي حاجة ويقول أي كلام في أي وقت وأي مكان، يعني الحرية يعني الفوضى، كلهم أمام تجربة فشل حكم المدنيين والصراعات اللي نشأت بعد نجاح الثورة المجيدة في 2011. والله يا أستاذ أحمد يعني أنا مش معاك قوي في قصة أنه فشل الحكم المدنيين والثورة والكلام ده في 2011، لأن يعني بعد 10 سنين ولا 12 سنة كلنا عارفين إيه اللي حصل أيامها. معنا جلال من مصر، أهلا بك. السلام عليكم يا دكتور، ازي حضرتك؟ عليكم السلام، أهلا وسهلا. يا رب السكه ما تقطعش. مش لا لا مش هتقطع، اتفضل. مصطفى الفقي لما حسني مبارك مشي وهو كان مقرب ليه جدا، فلا قاعد يفضح فيه، عمل زي عشوب اللي كان بيعمل له مكياج، قاعد برضو يفضح في يعني مش اخلاق حد شريف. فكونه يقعد يطبل لحسني وهو عايش ويطبل للسيسي وهو كده، وده امر مش مستبعد عنه، ودي ارقام خزعبليه. طيب هو استاذ جلال، هو إن لما يقول ان السيسي هياخد 70% يبقى كده بيطبل له ازاي؟ طب ما كده بيقلل منه يعني. لا ما هو لا لا هو بيت مش بي بي ده يعني هو عايز يمتدح، عايز يظبط عزيمتنا يعني. ده دي القصه يعني. واي حد هيعمل اي محاوله لا ده هو هياخد 70%. يعني لو احنا بنفترض ان اشرف السعد التصريحات اللي بيعملها وقلب استرحى والحاجات دي ان السيسي هو اللي هيكمل والحاجات دي انها ضد السيسي، لا هو بيثبط فينا برضو. هو حد كل الناس اللي هم المتلونين دول ما ناخدش اعتباراتهم ولا ارقامهم. واللي بيحصل حاليا يا دكتور زي ما انت تيجي تعمل براد شاي وتصب اول كوبايه منه وبعد كده تغليه تاني عشان تشرب منه كوبايه كمان تلون لون اخر يفتح، تلنتها لما جابت ميه هيجيب بالبراد شاي دلوقتي بيجيب ميه ما بيجيبش حاجه ملونه. خلاص احنا في نهايات والله يا دكتور، مجهودكم اللي انتوا شفتوا ان هو قعد يا دكتور خلي بالك انت بتتسمع وهو قال ان انا بسمعه، سيبنا نديله رساله، سيبني اقول له يا اخي انت مش ذكي خالص، يا اخي انت واضح ان انت حد لزق، يا اخي امشي 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 امسك بجدك،
انفت بجلدك والله. البراد بينزل ميه دلوقتي، كوبايه البراد الشاي 3 ادوار، بعد كده لما تيجي تحطه على النار بيجيب ميه دلوقتي. انت ما انتش فاهم انت بتعمل في... في انت اللي انت عملته فينا احنا خلاص خلاص بعد. انت هتتفرم. انت هتتفرم والله والله هتتفرم. انت غبي، انت راجل لازق غبي، ما انتش محبوب لا بره ولا جوه، ولا حد بيحترمك ولا بيقدرك ولا بيديك اي كيان. سيبك من انك انت عملت ايه في مصر، ولا انت بتذكر في المجالس اللي انت مش قاعد فيها بحاجه كويسه، وبتشتم. وحد حد حد لازق ما ينفعش طيب. حتى يكون صاحب واحد تعرفه. شكرا جزيلا يا جلال، بتحفظ على الشتمتين اللي قلتهم في النص، بشكرك جدا. علي من مصر اهلا بيك يا علي. طيب ابو عادل من مصر اهلا بيك. ابو عادل السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور أسامة؟ الحمد لله بخير. طيب انا الاول يعني ايه اعقب على سياسه تحرير البرنامج. انتوا بتقولوا احنا لنا ساعه المتصلين، انتوا ما بتدوناش 25 دقيقه يا دكتور. حاضر، تشوفوا لنا الموضوع ده، نرجع نخليها ساعه اتنين بقى. نمره اتنين، اعقب على حضرتك. انت امبارح بتقول مصر مش هتقع، السيسي هو اللي هيقع. لا، مصر هتقع طول ما السيسي، طول ما العساكر ماسكينها. حتى لو السيسي غرق في داهيه وعساكر ماسكينها، مصر هتقع برضه. التعقيب السريع بقى، مصطفى الفقي ده حلال فين اتعمل فيه ايام مبارك لما سابوه بالبوكسر في الصحراء، الشرطه خدته وسابته بالبوكسر في الصحراء. اتكلم بقى مع الحاجه اللي كانت امبارح بتكلمك في الاستقرار والامان. انا اسالها، الاستقرار الوحيد اللي السيسي عامله يا ست نور هو استقرار اجور الناس على حد معين ما بيتحركش، اما الاسعار طالقه صاروخ ماشي. السكر يا مدام نور كان ب2 جنيه ايام الدكتور الشهيد محمد مرسي، دلوقتي قارب ال 30. الرز عدى ال 35 جنيه ده يا مدام نور، اللي كانت واحده زي حضرتك كده واقفه للدكتور باسم عوده تقول له غالي يا دكتور ب 3 جنيه. اللحمه يا ست نور اصبحت كذا وكذا وكذا. الحريات ما فيش، كرامه ما فيش، تتكلم على الامان يا ست نور. يا ست نور الضابط اللي قتل الراجل في مرسى مطروح امبارح ما سالهوش انت سيساوي ولا محترم، ضربوا النار على طول من غير ما يعرف هو ايه. يا ست نور الراجل اللي قتل الست بسمه علي ما سالهاش انت سيساويه ولا محترمه، ضربها بالنار على طول من غير ما يسالها. الضابط اللي كان موقف السواق يفتشه كان بيفتشه من غير ما يساله انت سيساوي ولا محترم. يا ست نور الدور بيجي على الكل. يا ست نور ليك يوم هتصرخي، والله قلتها الناس قبلك كتير وصرخوا. طيب انا ما بصرخش، انا فقير ومش لا اكل وما بصرخش، انت بتصرخي. ابو عادل انت عقبت على كل حاجه وعلقت على كل حاجه وما جاوبتش على سؤال الحلقه. ممكن بقى تجاوبني على سؤال الحلقه؟ ايه رايك في قصه الرقابه الدوليه وال70% دول؟ طالما مصطفى الفقي قال كده يبقى كلامه صادق، ده راجل ماشي بالبوكسر ايام مبارك. مش دي القضيه يا ابو عادل، مش دي القضيه خالص، مش دي القضيه خالص. خلينا نتكلم في الفكره مش نفسها. دي القضيه، انت شايف انه عبد الفتاح السيسي ممكن يقبل برقابه دوليه على انتخابات اصلا؟ ده موجود؟ بص يا عم اسامه، لو عايز تاخد رايي بصراحه، انا مش عايز اتكلم في حاجه تخص الانتخابات تماما. كويس. لان ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. الراجل ده مش هيعمل انتخابات، عمره ما هيعمل انتخابات. مش هيجيب طياره عشان يسلمها لنا يعني. جميل، بشكرك جدا، شكرا جزيلا يا ابو عادل، وضحت وجهه نظرك. يا جماعه ايوه اتكلموا على طول في وجهه النظر من غير ما نقعد نتكلم في حاجات تانية. الله يخليكم. ابو هاشم من مصر اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. انا طبعا هتكلم باختصار شديد علشان خاطر اعرض بس على كلام الدكتور مصطفى الفقي. هقول ال 70% دكتور مصطفى الفقي بيرمي ده كعب علشان خاطر لو السيسي نزل الانتخابات فما يبعدوش عن الرقم ده. دي فكره مصطفى الفقي وده عرف كل انظمه. لكن برضه لسه عايز اكمل ورا اخويا ابو عادل على كلام الاستاذه نور امبارح. بتقول مصر عمرها ما تقع. هي يا استاذه نور كلمه مصر تقع هتنهدم حيطانها فوق الناس، اول ناس تبقى تهرب وتصبح ارض فاضيه؟ لا يا فندم، كلمه وقوع الدوله هو كلمه معنويه معناها السقوط في سقوط الاقتصاد ده وقوع، السقوط العسكري ده وقوع، السقوط الاجتماعي ده وقوع، سقوط الاسعار ده وقوع، كل ده اسمه وقوع للدوله مش وقوع يعني هدم.
فانا بس بوضح لها كلمه اللي هم بيسلموها لبعض اللي بقى اللي بيقولوا عليها دي. نمره اثنين. نمره ثلاثه، الدكتور مصطفى الفقي اغفل الاستفتاء اللي تم على السيسي. هروب الناس يا دكتور اسامه في البحر عشان يموتوا، في الصحراء عشان يموتوا، وهنا وهنا عشرات الالاف الناس اللي بتموت بيدي يا دكتور، وراها ملايين الاسر. هؤلاء الناس هربانين من السيسي، معنى ذلك ان دول رافضين السيسي اصلا، ولو ما كانوش رافضين ما كانوش يهربوا من مصر. فده استفتاء على رفض السيسي شعبيا. هو مصطفى الفقي بيتكلم في ايه؟ حد صحيح يقول للشعب المصري 80% على الاقل رافض السيسي، ومش هقول 20% دول المنتفعين بتوعه، ودول ما ينجحوش حد. شكرا يا دكتور. كويس، شكرا جزيلا يا ابو هاشم. ابو عمر من مصر، اهلا بيك. تحياتي اسامه. تحياتي. بقول لحضرتك مصطفى الفقي مين مصطفى الفقي؟ وزنه السياسي والتحليل على مستوى العالم بيعتبر ايه يعني مصطفى الفقي؟ ايوه، ايه علاقة وزنه السياسي على مستوى العالم باللي بيقوله؟ هو بيطرح حاجة ان لو في رقابة دولية الراجل هيجيب 70%. خلينا نتكلم في اللي قاله بعيدا عن شخصه، اتفضل. ابو عمر انا سمعت نفسي تاني وما سمعتكش. شكرا جزيلا يا ابو عمر. معانا زينب من المغرب، اهلا بيك يا زينب. ابو عمر انا سمعت نفسي تاني وما سمعتكش. شكرا جزيلا يا زينب. هو انا هسمع نفسي الباقي الحلقه يا شباب ولا ايه؟ عبد الله من مصر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا دكتور اسامه. الله يخليك. مصطفى الفقي هو يقصد 70%؟ لا مش عاوزين السيسي. مصطفى الفقي لا يختلف عن احمد موسى ولا عن الديهي ولا عن كل واحد بيلعب لمصلحته. فالفقي رجل داهيه قرأ المشهد وحلله بعنايه، ووصل إلى أن المصريين رغم أنهم مؤهلين للديمقراطية لكن هناك عدة قوى لن تسمح لهم بذلك. الأولى تتعلق بالقيادة الحالية والبطالة المحيطة بها، الخلفية العسكرية زي ما احنا عارفين لا تؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة بطرق سلمية، ودليل ذلك قوله في أكثر من مناسبة يعني حكومكم يعني يقتلكم، اللي هيقرب من الكرسي ده هشيله من على وجه الارض شيل. ان الديمقراطيه معناها محاكمه كل القيادات الفاسده التي عاشت وتعيش في الفساد، والمجتمعات المدنيه الديمقراطيه النقيه بالنسبه لها معناها الموت. القوى الثانيه اللي هو المجتمع السياسي المصري منقسم بين احزاب ضعيفه ومجتمع مدني مفكك، ووجود جماعات وتكتلات لا تعيش إلا في البيئات الاستبدادية التي تتيح المجال للفساد والفاسدين، وغالب الشعب مغلوب على أمره بعد 10 سنين شاف فيه القتل والاعتقال والقهر والترويع وهدم البيوت والمساجد، حتى المقابر لم تسلم من اليد الباطشة للنظام. القوى الثالثة اللي هو القوى الإقليمية، دي دول محكومة بأسر مالكة وأنظمة قبلية، والديمقراطية بالنسبة لها يعني تعني خطرا دائما يهددها بالقضاء عليها حتى ولو كانت الديمقراطية دي في دول مجاورة. بشكرك يعني شكرا جزيلا يا عبد الله، شكرا جزيلا ليك، وبشكر كل اللي شاركونا الحقيقة على مدار الحلقة في الرسائل والاتصالات. شوفكم بكرة إن شاء الله 7 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير.